أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. هذه أجواء حماسية، نلتقي مع حضراتكم في مباراة نتمنى بأن تكون بروعة هذه الأجواء. وسأكون معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن دوري المحترفين السعودي، فريق النصر السعودي في مواجهة فريق الطائي. اليوم نأمل بأن نتابع مباراة قوية، نريد أن نشاهد فنيات ومهارات وإبداعات مميزة في عالم كرة القدم. Thank you. Enjoy the game. انطلاقة المباراة بأقدام لاعبي النصر. كريستيانو رونالدو، حارس المرمى ينجح في التصدي. حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منا هذه الكرة. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. جمال باجندوح، العيون على رونالدو وأكيد عليه ضغوطات كبيرة لكي يقدم مستوى كبير اليوم. مع القدرة على التعامل بالرأس والتسجيل من هذه الوضعيات تصبح الكرات العرضية أمر أساسي يجب أن يعتمد عليه الفريق للاستفادة من هذه القدرات في تحقيق الانتصار. الآن فرصة للتسجيل. لولا صافرة حكم المباراة لكان هدف في اللقطة. تسلل مثير جدا للجدل، يعلن حكم المباراة المساعد. شاريبوف في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. الحلول أمامه في الهجوم. غونزالو مارتينيز، الآن مع كريستيانو رونالدو. يتألق الحارس ويتصدى. ركنية ملعوبة في 18. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. اعتراض للكرة في مكان ممتاز. موسانا، تدخل دفاعي قوي وابتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. تقدم بثبات نحو المقدمة. ينجح في التصدي. كرة زاوية إلى العمق. كريستيانو رونالدو، والآن مع الطائي. فرصة
فرصة لكرة مرتدة سريعة. هجوم مرتد في ظل تباطؤ المدافعين في العودة إلى مراكزهم. حارس المرمى ببرعة يتصدى، الله على لقطة، حارس ممتاز، كم متوقع بأن يتصدى لها. استعادة ناجحة للكرة بعد أول هدف في المباراة، لكن ضاعت الفرصة. كان ممكن فرصة الهدف الأول، كان ممكن 1-0 الآن، تشتعل الأجواء، انفراد بهذه اللقطة، لكن ضاعت المحاولة. النصر يهاجم الآن. كريستيانو رونالدو، رونالدو يضرب. الكرة مع الطائي الآن. كليمنت والتصويبة، تصدي جيد للكرة. ركنية تنفذ في منتصف 18. الآن توجد فرصة لتهديد المرمى من خلال الهجوم المرتد. محاولة هجومية هنا، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. كرة تفتقد إلى التركيز، مرت الكرة الجانبية إلى ضربة مرمى. موسونا، الكرة يفقدها بعد تدخل الفريق الآخر. مساندة تصل الآن، وبمبدأ الأمان تتشتت الكرة. سيطرة كاملة من النصر على اللعب في آخر 15 دقيقة بهذه الطريقة. تسجيل الهدف في مسألة وقت وتركيز ليس إلا، يستحقون التقدم في النتيجة بكل أمانة، وأعتقد هم في طريقهم للتقدم بهذه الطريقة. وربما تكون هذه محاولة جديدة على المرمى. فرصة لكرة التقدم، تسديدة بتعدي من فوق حارس المرمى. كريستيانو رونالدو يفقد الكرة. إتاحة الفرصة أمام فريق الطائي. تمريرة ملعوبة، ركلة جزاء يشير إليها حكم المباراة، من شأنها أن تكسر التعادل وأن تغير الكثير من الأمور. ركلة جزاء مشاهدينا، فقط بدون بطاقات. قد تكون كرة الهدف الأول في المباراة. ضربة جزاء تنفذ بنجاح، هدف يأتي. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. انتهى الشوط الأول، والآن نستمع إلى هذه الجماهير. شوف الاحتجاجات، شوف الغضب على ركلة الجزاء اللي يعتبرونها نقطة تحول في النتيجة، وكانت سبب رئيسي في عدم خروج الفريق متقدما في الشوط الأول. لكن في 45 دقيقة ممكن تتغير فيها الأمور، وفي رأيي بأن الجماهير لازم تهتم بتشجيع فريقها أفضل. والآن ضربة بداية جديدة وانطلاقة الشوط الثاني من المباراة. توقيت جيد لاعتراض الكرة. كريستيانو رونالدو، تخرج رمية تماس. سلطان الغنام، تانيسكا، وصلت لكريستيانو رونالدو. يا رب، ما هذا؟
هذه الدراما، هدف ياتي والرد ياتي عليه، نقطة نعود من خلالها لنقطة البداية. نشاهد الهدف مرة أخرى، الله على التسديدة، أي تصويبة هذه، كرة قوية جدا من المستحيل إيقافها. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. وضربة حرة تحتسب هنا لمصلحة الطائي. الطائي يخسر الكرة. كريستيانو رونالدو. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. غونزالو مارتينيز ممكن يتقدم في النتيجة. الطائي يخسر الكرة. هجوم الآن مع التفكير في الخطوة المقبلة لتهديد المرمى. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. أوه. هدف خيالي، كرة استثنائية، أي نهاية عالمية، أي مهارة وكرة مقصية، كرة على الطاير، هدف من عالم آخر، الله على هذا الهدف. النصر متأخر في النتيجة. تانيسكا، كريستيانو رونالدو. مستحيل، ما الذي يحدث أمامنا؟ بعد التقدم أتى الرد سريعا ليتحقق التعادل. يا لها من مباراة ويا لها من أجواء مثيرة، الله على هذه الأجواء. نشوف الإعادة من جديد، يا سلام على التمريرة البينية، لكن العمل الأكبر في هذا الهدف كان من الدون رونالدو، النجاح في التعامل مع الضغوطات والمرور بعد ذلك والتسجيل. لقاء في قمة الإثارة، الفريقين يقدمان أداء يرفضان من خلال الخسارة في مباراة اليوم، والتعادل يسيطر على مجريات هذه المباراة. ماشاريبوف، أوهو تسديدة قوية، فرصة الآن من الركنية لتسجيل هدف التقدم. ما زالت الخطورة هنا. تانيسكا، كريستيانو رونالدو. أوهو العارضة تتصدى. يعاني مع كل كرة، أعتقد أن الإصابة واضحة على حركته في أرضية الملعب. رونالدو يضرب، تسويبة في يد حارس المرمى بدون مشاكل في اللقطة الماضية. يأتي تدخل الحاسم في توقيت مثالي ويمنع الخطورة. تحرك اللاعبين في الخط الأمامي. رونالدو يضرب، اعتراف بدون مشاكل. عرضية في الـ18، كان ممكن أفضل بكثير في اللقطة الماضية. يا الله، الكرة تعود للعب الآن من ضربة مرمى. بداية محاولة مع رونالدو. هذه كرة الأفضلية، لاعب لا يتوقف ولا يرحم ولا يكتفي ولا يعرف سوى التسجيل. اليوم ينفجر ويسجل الهاتريك. انظر إلى الهدف من جديد، شاهد الهداف، تابع المهارة، شوف النهاية، شوف الدقة، شوف الفرحة، شوف الهاتريك. روعة ومهارة وإبداع مستمر في هذا اللقاء. من كان يتوقع هذا السيناريو؟ أي دراما تحدث في اللحظات الأخيرة؟ بنسبة كبيرة انتهت الأمور.
تدخل مميز هنا لقطع الكرة، ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. هجوم مرتد في ظل تباطؤ المدافعين في العودة إلى مراكزهم. إنقاذ رائع للتسديدة، تسرع في التحرك، يقع من خلاله في مصيدة التسلل. استعادة الكرة بشكل ممتاز بعد ضغط متقدم. فرصة من جديد لكرة التعادل. يا سلام، حارس كان في الموعد وكان لها من الصاد. الله على كرة ينزل فيها يبعد الكرة بدون خطأ. يعاني في التحرك بسبب الإصابة اللي تعرض لها في اللقطة الماضية. كريستيانو رونالدو، الجماهير تطالب التسديد هنا. الكرة تنقل بسهولة. تصويبة هدف، يا لعيب، هدف للنصر العالمي. تابع الهدف من جديد. الله على التيكي تاكا في بناء الهجمة ليخطف رونالدو الهدف. تسديدة في الزاوية الضيقة لحارس المرمى. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. دقيقة واحدة فقط تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي. سعيود، والتسلل موجود هنا. كان هناك تسرع بعض الشيء في لعب التمريرة، كان يجب التريث بالكرة لوقت أطول قبل إرسالها. شوف التدخل، لكن الكرة بطول بعد ذلك وبتتحول إلى رمية تماس. سليهم مشاريبو، تنطلق صافرة نهاية المباراة والفوز من نصيب النصر اليوم. يوم جيد بالنسبة للفريق، انتصار بفرق 2 و3 نقاط، تسعد المحبين، الأمور سارت على خير ما يرام. مباراة كبيرة يقدمها كريستيانو رونالدو، الاسم المرعب دائما، هو ما أكد في لقاء اليوم بالعطاء الكبير اللي قدمه. تألق خارق في المباراة، غير طبيعي تسجيل هذا الكم من الأهداف.